Alleluia, maruen chans, frente ecclesia, ente beflaus. O maruens moero vil, pedra in tenie presbiteros. Geaf coen omtion, teme vrit nan in soe, ven avengenie, soto noe fe ono. Jen zog be o im shayni qata et taksis men shi sedi. Shoy sa o in am mok ben yot so wa ta patre yashis baba ava ta va trosi ma esna. Im nin yot in metropolit ist im nie bis kobos niet kini men. Im ben yot in nie bis kobos ava akse. Joseph e ore betenon khalli. Στασίτε μη τα βοβοσιό, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο. Φες μαρό ο την τζεφίες νέο χανευράνε ψωίσιν την ηγόμ και η αφλογισόν εκ του κάτα, λόκαν Άγιο Ευαγγέλιο τα αναγνωσμά. وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس بالفم أبينا المكرم البار المثلث الطوبى أبينا الطوبى والمكرم أسقفنا الجليل الأنباء أقسيوس أسقف المدينة المحبة للمسيح المنصورة وكل تخومها إلى السماء يثبته على كرسيه سنين عدة وأزمنة سلمية هادئة بهيجة ويعطي زمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلبان آته الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مارينوك الإنجيلي البشير بركاته وبن سوتير وبن أورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيري إم فنوتي إت أورخ بيو نفشا إني بيو فا بن نوتي بي المزامير وتراتين معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين استمع صلاتي وتضرعي وانصت إلى دموعي ولا تسكت عني لأني أنا غريب على الأرض ومكتازا مثل جميع أبائي أمين
يرفعه في كنيسة شعبه وليبارك على منابر الشيوخ لأنه جعل إبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على تقسم الكيس صادق. الرب عن يمينك يا بان الطائر المثلث الطوبى الباب البطريرك الأنباء طوادروس الثاني شركائك في الخدمة الرسولية أبانا المطارنة وأبانا الأساقف المجتمعين معنا وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الطوباوي المكرم أسقفنا الجليل الأنباء أقسيوس. الرب يحفظ لنا حياتكم باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا مخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وقال لهم مثلا في إنه ينبغي أن يصلوا كل حين ولا يملوا قائلا كان في مدينة قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا. وكان في تلك المدينة أرملة تأتي إليه قائلا انصفني من خصمي وكان لا يشاء إلى زمان ولكن بعد ذلك قال في نفسه إني وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب البشر ولكن لأجل إن هذه الأرملة تتعبني أنتقم لها لألا تأتي إلي أخيرا وتقمعني. ثم قال الرب اسمعوا ما قال قاضي الظلم أترى لا ينتقم الله لمختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا ولكن متى جاء ابن الإنسان فهل يجد الإيمان على الأرضين؟